وَمَا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وكل بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. معي ومعكم فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، اهلا ومرحبا شيخي الكريم. حياكم الله وبياكم. الحمد لله على سلامة حضرتك، يعني حرمنا منكم لمدة اسبوعين متتاليين. سلمك الله من كل شر وسوء، والمشاهدين والمشاهدات، واستعملني واياك في رضا. امين امين يا رب العالمين. وايضا معنا الاستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الاشارة. اهلا ومرحبا يا استاذ عمرو، وبداية ندعو لفضيلة الشيخ شعبان درويش وجميع مرضى المسلمين بالشفاء، اللهم امين يا رب العالمين. شفاه الله وعافاه، ولا بأس طهور عليه، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لفضيلة الشيخ شعبان وسائر علمائنا ومشايخنا وإخواننا أن يلبسنا وإياهم لباس التقوى والعافية، اللهم أمين. شيخ الكريم، البعض يسأل ويقول: يشعر أحدنا بفطور وساعة بعلو همة في الطاعة، فكيف يحافظ الإنسان على علو همته في طاعة الله عز وجل؟ بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية. فعلى كل إنسان فينا أن يدفع بنفسه وسط بيئة الإيمان، لأن الإنسان يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها. فأولا على المرء أن يدفع بنفسه إلى بيئة الإيمان، وثانيا عليه أن يحافظ على مجالس العلم الشرعية بين يدي المتخصصين من الربانيين الذين يعلمون الناس العلم فيبدأون بصغاره قبل كباره، انطلاقا من قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل. ثالثا عليه أن يحافظ على تكبيرة الإحرام الصلوات الخمس في جماعة. رابعا عليه أن يحافظ على أذكار الصلاة المشروعة. خامسا عليه أن يحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية. سادسا عليه أن يحافظ على الورد القرآني وأذكار الصباح والمساء. ثامنا يحافظ على الصحبة الصالحة التي إذا ذكر الله أعانته، وإن نسي ذكرت. بهذه الكيفية وبهذا الترتيب الذي ذكرته على مسامعكم يكون دفعا لنا وله للهمة العالية إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخي الكريم، وثبتنا الله إياكم على الحق، اللهم أمين يا رب العالمين. أختنا أم محمد من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا. تقول: هل المرأة الحائض تأخذ نفس الأجر عندما تمنع من صلاة القيام والرواتب أم لا؟ الجواب بحول الملك الوهاب: معلوم لديك ولدى المشاهد الكريم أن المرأة ناقصة عقل ودين، ونقصان عقلها أن شهادة الرجل بامرأتين، ونقصان دينها أنها إذا حاضت أو نفست لا تصلي ولا تصوم. هذا أولا. وثانيا هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم. وثالثا هي إذا صلت صلت بأمر الله، وإذا امتنعت لحيضها أو نفاسها امتنعت بأمر الله، فهي تدور في فلك العبودية
في الفعل وفي الترك. خامسا الإنسان منا إذا مرض أو سافر وكان موفقا إلى صلاة الضحى وقيام الليل والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تقربه من الله، ومرضه أو سفره منعه من ذلك، فهذا كله يكتب له دون نقصان، وربنا الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين، ربنا عافي الجميع. أخونا ياسر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قمت بعمل عمرة بعد العيد الصغير مع أني مقيم بالرياض، ثم رجعت إلى محل إقامتي، ثم ذهبت للحج متمتعا، فهل علي دم أم لا؟ الجواب بحول الملك الوهاب، الله سبحانه وبحمده قال: الحج أشهر معلومات. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فإن كان قد أدى عمرته في أشهر الحج أي في شوال أو في ذي القعدة وعاد إلى الرياض فهو متمتع. وبعض أهل العلم قالوا: إذا كان السفر مسافة قصر فقد قطع هذا، ولكن الذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه ما دام قد اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع، والله أعلم في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ كريم. أخونا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أن أقرأ السؤال أحب أن أذكر مشاهدينا الكرام أن الحلقة ليست معادة، ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي من الجواب عنها أثناء اللقاء إن شاء الله تعالى. يقول السائل: عندي مشروع إصلاحي اجتماعي لخدمة المجتمع وتوعية الشباب إلى طريق النور والسلام في سبيل بناء مجتمع متقدم يقوم على أساس العلم والمعرفة، وأطلب منكم مساعدتكم لنشر المشروع. ده ليس سؤالا أخي الكريم، حاضر نفعل بإذن الله تعالى، وممكن حضرتك تتواصل معنا. حضرتك وأنا أقول له. طب ناخد الاتصال. اتفضل. السلام عليكم، من معنا؟ أم حبيبة. السلام عليكم يا أختنا. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. حضرتك بتقول الحلقة معادة ولا؟ لا ليست معادة. ليست معادة. أنت معانا على الهواء. اتفضلي. يا أم حبيبة. أم حبيبة؟ نعم يا أم حبيبة، أنت حضرتك الناس كلها سامعاك، اتكلمي يا أختنا تفضلي. أيوة. لو سمحت، أنا متزوجة من 20 سنة. نعم الله يحفظك. لو سمحت، أنا متزوجة من 20 سنة. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون عشان التواصل يا أم حبيبة، اتفضلي. عندي 3 بنات. فزوجي تقرر ان هو يتزوج عليا، فأنا يعني هو قال لي ان ده حقه شرعا، ويعني ما ينفعش ان انا يعني اعارض يعني كده، فأنا رفضت يعني. نعم تمام. انا رفضت، فيعني عشان خاطر قليل، عشان خاطر البنات وكده، فقال لي رفض ان الطلاق، فانا يعني لا غير متقبله لهذا الوضع يعني. فدلوقتي فقال لي يعني خلاص ممكن ما يبقاش في طلاق، بس يعني ما يبقاش في معاشره، فهل علي وزر من هذا؟ ده قرارك انت ولا قراره هو؟ احنا يعني انا قراري ان انا قلت له يعني لو خلاص ممكن ما اطلبش الطلاق، بس ما مش هتعامل معاك يعني. طيب شيخنا هيجاوبك يا ام حبيبه، ربنا يحفظك ويستر عرضك واعرض المسلمين، امين يا رب العالمين. شيخ الكريم، نجيب الاخ ثم نجيب ام حبيبه. نعم. طيب نبدا بام حبيبه. الجواب بحول الملك الوهاب، الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الآية. ثم أقول لأم حبيبة: معلوم لديك أنت وسائر النساء اللاتي رضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا عليه الصلاة والسلام أنه يجوز للرجل المسلم أن يجمع تحته 4 من النساء الحرائر، وأنت تؤمنين بذلك تمام الإيمان
أنت وغيرك من المؤمنات القانتات التائبات، ولكن الغيرة التي ركبت في كنا تأبى إلا أنك أنت مستسلمة لأمر الله، ونحن نحترم فيك الغيرة أنت وغيرك من النسوة، إلا أنه لا بد أن يكون لها ضابط شرعي، فلا تكوني حجر عثرة أمام زوجك الذي يريد أن يعدد إن كان عنده قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وقدرة جنسية، فهذا لا حرج فيه. ولا شك أنك ستتعبين بعض الشيء، ولكن سيزيل الله جل وعلا عنك هذا التعب، وتستقر الأمور وتطفأ الغيرة إلى حد ما. أما أن تبقي معه كزوجة دون معاشرة، فإذا تراضيتما على ذلك فلا حرج، ولكن أنا أنصح بعدم ذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى ركب في الرجال الرغبة في النساء، وركب في النساء الرغبة في الرجال، بل أنت غيرتك ستشتعل وتزداد إذا لم يعطك حقك في الفراش أو مشاكل ذلك. ولعل هذا كلام في بداية الأمر، ولكن الأمور ستتغير إلى ما هو أحسن إن شاء الله. فيكون خلاصة الجواب: واحد، يجوز للرجل المسلم أن يعدد. اثنين، له أن يجمع بين أربع نصف حرائر. ثلاثة، إن كان عنده قدرة عدلية واقتصادية وجنسية. أربعة، ننت فيك غيرة أنت وكل النساء ونحن نحترم ذلك. خمسة، لا بد من ضابط شرعي لهذه الغيرة. ستة، لا ينبغي أن تتفق على عدم المعاشرة لأنك أنت في حاجة إلى هذا وهو في حاجة إلى هذا. سبعة، لعل الله يغير الأمور إلى ما هو أحسن. ثمانية، حفظ الله بناتك وسائر بنات المسلمين وأعراضهن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. أما بالنسبة للأخ، طب نأخذ نهلة. فضل. الأخت نهلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أختنا. بارك الله فيك يا استاذ احمد، وفيكم بارك الله يرضى عنك. تحياتنا للشيخنا العظيم ابو بكر الحنبلي، الله يحفظك ويبارك عمرك، ربنا يبارك فيك. وانا عايز اسال شيخنا بس حاجه خاصه بالمذهب الحنبلي، يعني انا بدرسه. فضل. وفي طلب، الشيخ طلب مننا نجيب مسائل القياس على المذهب الحنبلي، على اساس ان هي مسائل القياس في المذهب بتبقى قليله، دي حاجه. ثاني حاجه، الشيخ بيقول ان القياس ما بيكونش في العبادات، فازاي القياس ما بيكونش في العبادات وفي مسائل كتيرة انا قرأت عنها كلها او معظمها في العبادات؟ دي حاجة، دي تاني حاجة. اعطي مثال يا اختي نهلة. نعم، اعطي مثال. بالنسبة للقياس في العبادات، بالنسبة لطواف القدوم في الكعبة بنقيس عليه تحية المسجد، دي في العبادات. طيب، هو انت لا يخفي حضرتك رقم واحد ان مصادر التشريع القرآن والسنة. طب اسمحك يا شيخ بس في حاجة تانية واسمح حضرتك. بالنسبة للمذهب الحنبلي، هو بالنسبة امامنا الشيخ احمد بن حنبل هو امام اهل السنة والجماعة، فهل المذهب ان هو خاص مفهوش المنهج الكلامي خالص بالنسبة للعقائد ولا ايه؟ الجزئية دي انا مش فاهماها، يعني في المذهب ابي حنيفة وكده بيبقى فيه كلامي، لم يأخذ بمبدأ المتكلمين أو مسائل المتكلمين. فالمذهب الحنبلي ده خالص من الجزئية دي. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وإياك يا أستاذ نهلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو خالد، السلام عليكم يا أستاذنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا كريم. مرحبا بك يا زهلة. أنا في حضرتك عندي دين لواحد، الدين يعني ليه كبير، فاستسمحت في الدين. الدين لك ام عليك؟ لا عليك. عليك. الدين علي من جميع يعني. وبعدين قلت له يعني على انني ادفع جزء، فقال لي طيب انا ما فيش في قلبي حاجه وخلاص وتمام. قلت له طيب سامحني. قال لا انا ما اقدرش اقول لك سامحتك لان حرام، لكن انا قلبي انبسط لقيتك وما فيش حاجه. انا مش عارف هل كده يعتبر يعني اديله الفلوس على انه كده يعني انا ذمتي بريئه، ولا هتديله جزء والبقيه هو هيسامحك فيها ولا هيعمل ايه؟ هيسامحني فيها. بس ما قالش انا سامحتك، قال لك انا ما فيش في قلبي شيء. قال انا ما فيش قلبي طيب. حاجه وخلاص كده، واحنا ناس كويسين واحنا ناس محترمين وانت راجل محترم
وفي حضور اللي هو الاخ المحاسب بتاعه يعني بتاع تمام. الشركه حتى المحاسب كله خلاص كده ما فيش حاجه واطمئنوا وبتاع يعني. ربنا يسد عن المسلمين جميعا. حاضر يا عم ابو خالد. حاضر. شكرا على اتصال حضرتك. احنا كان في الاخ اللي هو بيعمل مشروع توعوي. هذا الاخ نقول له اولا زادك الله توفيقا وسدادا والدال على الخير كفائل. ثانيا انا اشير عليك ان تترجم قول الله تبارك وتعالى وشاورهم في الامر. وقوله جل وعلا وامرهم شورى بينهم. ثالثا امتثل امر الله في اسم هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي كن على صلة دائمة وثيقة بأهل العلم من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة لتستفتيهم ولتستشيرهم في أمورك دقة بدقة وخطوة بخطوة فتكون على بصيرة من أمرك ويكون مشروعك موفق مسدد. والناس حينما يعلمون أن عندك مرجعية من أهل العلم الربانيين يدفعونك إلى الخير دفعا ويكونون ظهرا وسندا لك والله المستعان. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخانا. معانا الأستاذ محمد. طيب الأستاذة نهلة تسأل عن المذهب الحنبلي ومسائل القياس. أولا معلوم لديكم أن مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذا أولا. وثانيا أختنا وفقها الله قالت أن العبادات ليس فيها قياس، العبادات توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها. فمثلا الصبح ركعتان، هل من الممكن أن نجعله ثلاثة من باب زيادة الخير خيرين؟ ممكن؟ لا طبعا. لا طبعا. وإن فعلنا ذلك فهو باطل مردود. الظهر أربعة، هل ممكن نعمل الظهر ثلاثة ننقصه؟ لأن احنا مستعجلين النهاردة. سنقيس إيه على إيه؟ ما أقولك الجواب لا. لا يجوز. فالعبادات ككل من صلاة وصوم وزكاة وعمرة وحج دي أمور توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها. ورحم الله الإمام مالك قال من استحسن بدعة فقد ظن أن محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هذا ثانيا. وأما ثالثا قالت أن تحية المسجد صلاة ركعتين وأن دخول المسجد الحرام طواف القدوم. أولا هذا لأول مرة للداخل، وبعد ذلك يصلي الداخل على المسجد الحرام تحية المسجد كغيره من المساجد بارك الله فيك. هذا ثالثا. وأما رابعا ليس مع كل دخول يطوف. نعم نعم طواف يعني. أي نعم. وأما رابعا فإن طواف القدوم التي تفضلت بذكره فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد مثلا في العمرة أو في غيره أو في الحج. أي نعم. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والانطلاقة فيه من باب قول ربنا الكريم لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. وقوله جل وعلا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. في مسألة المتكلمين لكن بعد هذا الاتصال. الأستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخي كريم تفضل. أهلا وسهلا. شكرا على عزيمتك. عندي سؤال. نعم عندي سؤال بعدين. تفضل نسمعك أخي كريم تفضل. قطع الاتصال. عاود يا استاذ محمد. بالنسبة لأهل الكلام يعني أهل العلم قالوا أن أهل الكلام يضرب بالجريد والنعال. أهل الكلام يضرب بالجريد والنعال. فأهل الكلام مذمومين كأهل الهوى. وأما الذي رضي بالله ربه وبالإسلام دينا ومحمد نبينا ورسولا هو ينطلق من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حي، ويترك السفسطة والفلسفة وعلم الكلام ككل لأنه لا يأتي بثمرة ولا بنتيجة. بس هي سؤالها مبني أن المذهب الحنبلي يخلو من هذا، رغم أن ممكن نجد هذا
عند بعض الأحناف من قياس وما شابه ذلك على كل حال ومحاكاة أهل الكلام في بعض المسائل. إن أبا حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم من الأئمة الجبال يدورون مع الدليل حيث دار. نعم. وقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: حرام على من يأخذ كلامي دون أن يعرف دليلي. والإمام مالك رحمه الله عليه قال: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلى صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: إن صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي. وهم جميعا قالوا: خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. ورحم الله ابن مسعود ورضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. أخونا أبو خالد عليه دين لشخص ما، ولكن هو قال الرجل: سامحني لما أعطاه الجزء، يبدو أنه لن يستطيع أن يعطيه باقي المال، فقال: أنا ليس في قلبي شيء لكن مش هقول لك سامحني. فهو خايف لا يكون في شيء يعني. إذا كان عليه مثلا 10,000 وأعطاه 7,000، هو يقول له: بقي علي 3,000 أنا، وأنا سآتي لك بهذا المبلغ في شهر كذا بعد شهرين أو أكثر أو أقل. فإن قال له: لقد سامحتك في بقية المبلغ، فهذا لا شيء فيه، والأمر بالتراضي، ونسأل الله أن يثيبه وأن يجزيه خيرا. أما إذا لم يقل له سامحتك، فما زال المبلغ معلق في رقبته، فلا بد أن يكون الأمر صريحا في وضوح، جليا واضحا، كالشمس في ضحاها لا لبس فيه ولا إيهاب، والله أعلم. لكن رغم وجود المحاسب الخاص بالشركة وقال له: خلاص ما في شيء ولا أي شيء عليك يعني، ولا المحاسب لا يملك من الأمر شيئا لأنه موظف، وإنما صاحب الأمر هو الذي يقول سامحتك، يعني يراجع مرة أخرى. أي نعم، هذا الذي يظهر لي. نعم. لأن أمر الدين أمر خطير. جزاكم الله خير. أخونا محمد عدل المرة الثالثة، السلام عليكم يا أخي محمد، تفضل. عليكم السلام. دون مقدمات ادخل في السؤال عشان الشحن بتاعك بس، تفضل. ارفع صوتك. أيوة يا شيخي. أيوة يا شيخي. ارفع صوته وخش في السؤال على طول أخي كريم، تفضل. أيوة يا شيخ أحمد، أنا كنت هقع في الزنا يا شيخ أحمد، وعملت كل مقدمات الزنا يا شيخ أحمد. أعوذ بالله. انا عملت مقدمات الزنا للتلفزيونات يا استاذ احمد. يعني احنا ما عندنا، اسطر على نفسك، ليس عندنا كرسي للاعتراف. ربنا يعافيك. طب خلاص شيخنا، تحب تساله حاجه ولا؟ لا، اقول لنفسي وله. نعم. اسال الله الستير سبحانه وتعالى ان يسترني واياك وعموم المشاهدين والمشاهدات. آمين. بستره الذي لا ينكشف ابدا، هذا اولا. وثانيا، فان الله تعالى قال في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي المقابل قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وثالثا، الله سبحانه وبحمده قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورابعا، عليك أيها الحبيب المحب بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، وأن تستر على نفسك ولا تأتي بسيرة هذا الموضوع لا لصديق ولا لعدو، وعليك أن تدفع بنفسك وسط بيئة الإيمان الذي إن ذكرت الله أعانوك وإن نسيت ذكروك. وأكثر من الاستغفار، خاصة سيد الاستغفار الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس، ألا وهو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن قلته في الصباح وكنت موقنا به فمت قبل أن تمسي فأنت من أهل الجنة، وإن قلته في المساء وكنت موقنا به فمت قبل أن تصبح فأنت من أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم:
أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات ربي وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام. في أخ يعني أرسل هذه الرسالة وقال لو يعني أنزل رجل مني وتأخر عن العمل وأراد أن يغتسل ومع استعجاله لم يغسل شعره، فهل هذا صحيح؟ هذا غسل باطل، لأن رفع الجنابة يا أخي الحبيب لابد فيه من النية، والنية محلها القلب، ولم يرد التلفظ بها، ده أولا. وثانيا المضمضة والاستنشاق، وثالثا تعميم البدن بالماء. أما إذا أردت الصفة الكاملة فرقم واحد تغسل قبلك بإيدك الشمال، رقم اثنين تتوضأ وضوءك للصلاة، رقم ثلاثة إن شئت غسلت قدميك وإن شئت استبقيتها في النهاية، رقم أربعة تصب الماء على رأسك ثلاث حثيات، رقم خمسة تصب الماء على الشق الأيمن، رقم ستة تصب الماء على الشق الأيسر، رقم سبعة تتأكد من أن بدنك عمم بالماء، رقم ثمانية سلامتك الله يسلم. أخت فاطمة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا أختنا. عليكم السلام. أهلا مرحبا تفضلي. الحمد لله رب العالمين. السؤال لو سمحت. نعم يا أمي تفضلي. يعني أطول عليك شوية تحملني. ماشي تفضلي سريعا بس. الوقت من 45 سنة الحج كان هو صغير، حصل في رمضان جناح، جناح معاه في رمضان وصغير، وصغير في رمضان سامع يما بس بسرعة. نعم ايه وفي الجيش، فهو الوقت من 45 سنة الوقت هو توفي سنة 70 سنة، لا يرحمه، سنة 70 سنة اتوفى. انا ما نش عارفة حصل ايه، حصل كم مرة ما نش فاكرة حصل كم مرة، فانا عايزة اسأل بس تفيدوني بالنبي اصلي اصوم ولا اخرج حاجة، وانا ما نش فاكرة هي كم مرة، ارجوكم تفيدوني بس تفصلوني لانني اخرج له هو كان مريض، ما عرفناش ان هو مريض، قعد مريض 15 سنه بالسكر والسكر، فما عرفناش الحكايه دي الا هو مريض، فتفيدوني اعمل ايه؟ هو توفى دلوقتي وانا الست بتاعته. انت عندك كم سنه يا حاجه فاطمه؟ 65 تقريبا على فترات تقريبا، ولا واصوم ولا طيب. بس تفيدوني بحاجه ارضيها ربنا لان زعلانه قوي. حاضر يا رب في حقوان، بس لما اخذ اسالك سؤال. اتفضلي يا امي اتفضلي. هو حد يعني هو مريض يعني حاج وبقى يطلب من ربنا يغسل، هو مريض وحج هو مريض وكان بخرج للقد الاكبر، بس انا دلوقتي مطرح هو انا عايز ايه؟ عايز ايه؟ ارض ربنا يقول لي تفيديني باي حاجه، حتى وانا بحج معاه رحت اصلي مع الحريم في ده السؤال الثاني، مع الحريم في مسجد كذا اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول مسجد قباء ايه، فرحت اصلي الحريم سابوني وانا كنت لوحدي، والرجال طبعا في الاشهر اللي كان الحج معايا بس مع الرجال. رحت طلعت انا دار صلي من غير وضوء، تصلي بلا وضوء؟ طبعا لما طلعت فوق قلت الوضوء فين يا اتوضى فين؟ قالوا لي تنزل تحت فين؟ ما عدتش عارفه انزل، عملت زي وضوء اللي هو اتيممتي التيمم ما مش عارفه ربنا قابل مني الحج ولا لا، انا طيب. برضه بتألم من دي. تمام حاضر، ما عرفتش مكان الوضوء ولا امامك. بالله عليكم طيب، بالله عليكم تفيدوني وتعرفوني اخرج على فترات ولا اخرج ازاي، والله اصوم طول ما انا عايش اطول. يا رب اديك الصحه حاجه فاطمه. حاضر
حاضر. سيدي ما برزوق. لا اله الا الله. حاضر يا حاجه فاطمه. لانني شكرا. يعني على قد فضيله الشيخ ابو بكر بيقول حضرتك فين ساكنه؟ فين ساكنه؟ فين يا حاجه فاطمه ساكنه؟ فين؟ سامعاني؟ في المنزل. في المنزله. طيب ماشي. طيب شكرا على اتصالك، ربنا يرضى عنك يا حاجه. طب نقول ربنا يرضى عنك وعننا يا رب، ونبارك في دنيانا ما نتعب في اي حاجه. الجواب نعم بحول الملك الوهاب. اقفلي بقى يا حاجه فاطمه. اولا اشكرك على حسن اهتمامك بدينك ومخافتك من الله، واسال الله لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات مزيد الحب والخوف والرجاء في الله ومن الله عز وجل. هذا اولا. وثانيا اشكر لك حسن وفائك لزوجك الذي مات على والدي وعليه من الله الرحمه. امين. وثالثا اسال الله لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات حسن الخاتمه بعد طول عمر على الطاعه. ورابعا زوجك رحمه الله إذا كان قد قدم من الجيش، وليكن الجيش في القاهرة أو في الإسماعيلية أو سينا أو ما شاكل ذلك، وأتاك المنزلة وجامعك في رمضان في نفس اليوم الذي أتى فيه، فهو مسافر ولا شيء عليه في هذا الجماع. حرمة نهار رمضان. بس خلينا نكمل. طيب. ولا شيء عليه في هذا الجماع لأنه مسافر. أي نعم. وأما بارك الله فيك إذا فعل ذلك وهو مقيم في اليوم الثاني مثلا، صار مقيما، فحينئذ هناك أمران. الأمر الأول ما دام عالما ذاكرا مختارا، فهو عليه في كل مرة صوم شهرين متتابعين. عليه إيه؟ عليه خمسة أشياء. رقم واحد الإثم، رقم اثنين توبة، رقم ثلاثة الإمساك بقية اليوم احتراما لحرمة رمضان، وهذا أمر مضى. رابعا قضاء يوم مكان اليوم. خامسا الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين. إيه الواقع الوقتي؟ الواقع الوقتي صيام شهرين متتابعين عن كل مرة من المرات وهو قد مات، فمن الممكن أن يقوم أحد بالصيام عنه لأنها كفارة. طيب وأما الزوجة التي وافقت، يعني قال لها يلا بسم الله، قالت يلا بسم الله، فهذه المرأة أيضا عليها الأمور الخمسة التي ذكرتها: واحد الإثم، اثنين التوبة، ثلاثة الإمساك بقية اليوم، أربعة قضاء يوم المكان اليوم، خمسة الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين عن كل يوم. مش عارفة هي كم يوم. عن كل يوم فعل فيها هذا. طب هي لا تدري، تقدر تقدر، يعني يا ترى هم خمسة أيام حصل الموضوع ده فيهم ولا أربعة أيام؟ فهي تقدر، تسدد وتقارب، وتبدأ عن كل يوم تكفر بصيام شهرين، يعني السنة دي تصوم شهرين، السنة الجاية تصوم شهرين، وهكذا. ما قدرتش تصوم. إن عجزت عن الصيام تطعم عن كل يوم 60 مسكينا وجبة واحدة. وإخراج القيمة المادية لا تجزئ إلا في حالة إذا أنت خرجت الفلوس، وليكن مثلا المسكين ياخد 20 جنيه، يبقى 60 في 20 ب 1800، فتعطي لمسجد من المساجد اهل السنه التي عندك، تقول هذا المبلغ لتطعم لنا 60 مسكينا، فانت وكلت القائمين على المسجد ان يقوم بالاطعام. نعم. اما ان تضع المال في يد الفقير فلا يصح ذلك. وهذا عن كل يوم 60 مسكينا ان عجزت عن الصوم، لان العتق ما متيسر يبقى الاطعام، العتق ما متيسر يبقى صيام شهرين متتابعين، الصيام شهرين متتابعين مش متيسر يبقى الاطعام، هذا على سبيل الترتيب وليس التخيير. والله اعلم. جزاكم الله خير. اما اذا اكره الرجل المراه فحينئذ لا شيء عليها الا ان تقضي هذا اليوم فقط. بس ما كانوش شكلهم، ما كانوش يعرفوا الاحكام، ما كناش نعرف. هناك فرق بين جهلها بما يترتب على الفعل وجهلها بالحكم. يعني معنى ايه؟ طب ناخد اتصال بعد فتره. ام احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. اهلا بيك يا شيخ.
بسأل فيه شخص عنده قطعة أرض بيمتلكها هيبني عليها عمارة وبيبيع الشقق بتاعتها دلوقتي قبل ما يطلع بالبناء، هل يجوز لي إن أشتري شقة في العقار ده؟ طيب حاضر، ده في سؤال تاني؟ أقول تاني؟ لا 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 لا، في سؤال تاني؟ لا هو كده بس. شكرا يا حاجة أم محمد، شكرا. شراء شقة في العقار الذي لم يبنى بعد ولكن الأرض ملك للشخص اللي هيبني؟ حاضر، وجزاكم الله خير. وإياك يا أختنا، في رعاية الله وعليك الصلاة والسلام. اتفضل يا شيخ. فبارك الله فيك، هناك فرق بين أن يكون المرء جاهلا للحكم وأن يكون جاهلا على ما يترتب على الحكم. بمعنى لو أنني قلت الرجل جامع في نهار رمضان، يا أخي هل أنت تعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام أم حلال؟ فإن قال حرام إذا هو عارف. طيب وقلت طيب يترتب عليه كذا وكذا، يقول أنا لا أعرف ما يترتب عليه، فيكون ملزما بالكفارة المترتبة على الفعل. أما إذا كان جاهلا بالمرة، يعني لا يعلم أن الجماع في نهار رمضان لا يجوز، أنا لا أظن هذا. لا أظن أنه يجهل، لأنه لا يعيش في المسطرة أو زحل أو الأرانوس أو نبتون أو بلوتو، يعيش مع مسلمين، لما يعيش في الكوكبة الأرضية في وسط مسلمين، يسمع الأذان من المسجد ده والمسجد ده والمسجد ده، ويفتح التلفاز ويفتح المذياع ويفتح كل ده، إيه يعني يبين ويعلم. يبقى كلامي حتى لا يكون كلام إنشاء وكتير، كلام واحد، إذا جهل المرء حرمة جماع الزوجة في نهار رمضان فليس عليه كفارة، وهو آثم لعدم طلب العلم في فروض الأعيان. تمام. اثنين، إذا كان يعلم أن هذا حرام ويجهل الحكم المترتب عليه فلا يعفيه مما ترتب على الحكم. الكلام واضح؟ واضح. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. الأخت أم محمود، السلام عليكم يا أم محمود. أيوة ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سامعين حضرتك؟ أنا عندي سؤالين. اتفضل يا حاج. أيوة أنا عندي سؤالين. نعم. وطل. أنا بصلي نجوم الليل الحمد لله. الحمد لله. وبصلي بصلي بعد العشاء على طول. تمام. بصليش بعد العشاء على طول، ما بصليش إيه؟ ما بصليش ما أتأخروش. يعني تصلين الوتر بعد العشاء مباشرة؟ مباشرة، وبريم الليل ما بوصلش بعد ايام الليل. تمام. والحمد لله مبارك عليك، يعني الحمد لله رزق والحمد لله. هل في وتر ثاني بعد العشاء؟ حاضر، الشيخ هيجاوبك. سؤال ليا اخ، ليا سؤال كمان. نعم. ليا اخ واكل حاجة كله. في الميراث؟ واكل حاجي، أي أخ واكل حاجي. وبعدين إيه، أنا خسيت شو إفطار. وبعدين خسيت شو إفطار. تمام. وبعدين خبص من ربنا يعني. هو مرض رفض زوجته. بالعافية. كان حيسني يعني عن زوره، وقال ما شاء الله أشوفه ومش عارف إيه وكلم من ذي. بس أنا برضه رفضته له. زوجته. وهو واخد فلوسي، واخد حد من يومه. ربنا يعافينا ويعافيه. وده حاجة كويس، وده حاجة كويس يعني. ومش عارفة سامحه يعني، مش عارفة سامحه. طيب. واضح الكلام. ولسه في نفسك. في نفسك منه أشياء طبعا يا حاجة أم محمود. يعني أنا لسه شفته كويس وده الحمد لله. الحمد لله. ما شجعت إن أنا يعني إيه؟ أنا موضع على صدر بكرة الحمد لله، مش عارفة أسأل ربنا مني يعني. طيب خلاص عشان نلحق نجاوبكم بس، وصل الكلام. أيوة. شكرا على اتصالك يا حاج ام محمود. نعم شيخ كريم، في رعاية الله. كانت اختنا برضو فاطمة كانت سألت، يعني هم ذهبوا الى الحج وهو كان مريضا وذهب الى الحج، هل هذا له علاقة بما فعل زوجها وهو شاب في نهار رمضان؟ لا لا لا، هذه مسألة وتلك مسألة اخرى. الحج اذا كان احرم مع النية من الميقات ووقف بعرفات وطاف الافاضة وسعى بين الصفا والمروة ووفق الى الواجبات السبعة بعد الاركان الاربعة فحجه صحيح والحمد لله على ذلك. واما انها صلت في مسجد قباء بتيمم مع وجود الماء فهي جاهلة
وليس عليها شيء إلا أن تستغفر الله من فعلتها، ولا علاقة بما فعلت بالحج، بالحج إن كان أركان الحج تامة وواجباته كاملة فالحمد لله حجها صحيح والحمد لله. نعم، أم أحمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أه مرحبا تفضلي. أهلا بك يا. لو سمحت عايز أسأل الشيخ في حاجة. نعم. أنا عندي 50 سنة. الله يديك الصحة. الله يخليك. فالدورة الشهرية لسه موجودة، فهي بتجيني ويعني بتخلص وبعدها بأسبوع فبينزل، ينزل حاجة بسيطة وتتقطع تاني، فأنا مش عارفة يعني هل الاستحمام أو أكمل الصلاة لأن حاجة بسيطة خالص. حاضر. وبتنقطع تاني. واضح الكلام. حاضر يا محمد. حاضر. فهمت. بتسألين عن حكم الصلاة في الفترة التي يعود فيها الدم مرة أخرى بعد انقضاء الدورة. حاضر شيخ الكريم. أختنا انتهينا من أسئلة الأخت فاطمة. أم أحمد، رجل عنده قطعة أرض يبيعها شققا قبل أن يعني يبني، فهل لها أن تشتري من هذا الرجل أو هذا العقار؟ إذا كانت تعلم أولا مكان هذه العمارة، نعم، في المكان الفلاني مثلا في القاهرة في مدينة المهندسين مثلا في شارع كذا، وعينت المكان، نعم، ده رقم واحد. رقم اثنين تعرف ان الشقة مثلا مساحتها 200 متر. رقم ثلاثة الشقة دي في اي طابق، الثاني الرابع الخامس. رقم اربعة هي شرقية ولا غربية الشقة دي. رقم خمسة كم غرفة فيها. رقم ستة كم شباك فيها؟ اي نعم. رقم سبعة يتفقوا، هل هتاخدها على الطوب ام ستكون مشطبة بالمفتاح؟ كل هذا يتفق عليه بالوصف التام الكامل. فان كان على حسب ما ذكرت فهذا لا حرج فيه ان شاء الله والله اعلم. لعلها تخاف، لان في حديث لا تبع ما ليس عندك، تخشى ان يكون هذا. ان سؤالها نعم يدل على شيئين، نعم، على فقهها ومخافتها من الله تبارك وتعالى، والجواب والله تعالى اعلى واحلى واعلم على النحو الذي ذكرته على مسامعكم. جزاكم الله خيرا. ام محمود تصلي الوتر بعد العشاء مباشره ثم بعد ذلك بالليل تقوم الليل ولا توتر مره اخرى. صديق الامه الاكبر ابو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يوتر قبل ان ينام، واما فاروقها عمر رضي الله تعالى عنه كان يوتر في اخر صلاته رضي الله تعالى عنه. الشاهد اذا اوترت ومن المنان عليها فقامت وصلت ما قدر الله لها ان تصلي فلا توتر مره ثانيه، لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا وتران في ليله، او كما قال عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. أخوها الذي أكل حقها في الميراث وكل مالها يعني خاصمته فترة، بعد ذلك لما مرض زارته، ويبدو أن في القلب ما زال هناك أشياء. أقول لنفسي ولعموم المسلمين والمسلمات اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا نهب ميراثها لا ريب أنه من الظلم والبغي وأكل أموال الناس بالباطل إن كان قد حدث. وثالثا مسألة أنها ذهبت لتزوره هذه مسألة أخرى، لأن صلة الرحم ليس السنة مستحبة ولا مؤكدة، وإنما صلة الرحم فريضة. صحيح. فلا يمنع وقوعه في الخطأ أن ألا تقوم بما أوجب الله تعالى عليها. فهذا توفيق من الله لها، لأن الله سبحانه وبحمده قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأما أنها عفت عمن ظلمها أو أعطت من حرمها أو كذا فهذا من صفات عباد الله الصالحين والصالحات. وأما أنها غير قادرة أن تسامحه فيما أكله من ميراثها
فهذا حقها، مع أننا نرغبها في قول ربنا الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لأنها إن لم تفعل فوقعتك الطين مصيبة. فنسأل الله أن يسترنا وإياكم، آمين آمين يا رب العالمين. حاجة أم أحمد يعني عمرها 50 عاما، ربنا يديها الصحة، وما زالت أو ما زال العذر الشرعي ينزل عليها، لكن بعد انقطاع الدم ينزل بعد أسبوع، فما حكم الصلاة في المرة الثانية؟ الغالب على كثير من النسوة في أيامهن الأخيرة التي يكاد شمس الدورة الشهرية أن يغرب عندها مثل هذا الذي ذكرته تلك المرأة المسلمة حفظها الله ورعاها، هذا أولا. وثانيا، إذا وجد الدم وكان لونه لون دم حيض ورائحته نتنة وينزل بألم في البطن أو الظهر، فغالبا هو دم حيض، فإذا وجد امتنعت، وإذا انقطع ورأت القصة البيضاء أو الجفوف اغتسلت وصلت، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. رجل يعالج نفسيا، عنده بعض المشاكل النفسية، فوقع منه الطلاق أكثر من مرة، وبعدها يعني هو يكون واعيا، يعني يشعر أنه ما كان يريد الطلاق، فهل يقع في مثل هذه الحالة الطلاق منه؟ أنا لا أفتيه، وإنما أقول للتعليم والتعلم. نعم، إذا أنا لا أجيبه. أنا إيه؟ لا تجيبه. لا أجيبه، لأنه لابد أن يكون بين يدي حتى أسمع منه وأجيبه. لكن من باب التعليم والتعلم عموما وليس لهذه المسألة، إن من تلفظ بلفظ الطلاق وهو لا يدري بماذا تلفظ فهذا كالسكران، والراجح فيه أن طلاقه لا يقع، انتهينا. وأما المسألة الثانية، إذا تلفظ المرء بلفظ الطلاق ووافق محله، يعني كانت له زوجة على ذمته وقال لها أنت طالق وكان يعي ما يقول، فهذا اسمه طلاق صريح منجز، وهو يقع على التو والفوري. فبعد هاتين الفائدتين اللتين ذكرتهما، أنا أنصح هذا الرجل أن يذهب إلى مكتب الفتيا في عاصمة محافظتهم أو إلى دار الإفتاء. نعم، ويعرض مسألته عليهم. جزاكم الله خير. برضو في أخت يعني لعلها عندها دلوقتي وسواس بسبب يعني كثرة طلاق في زوجها لها، وفي ذهب إلى دار الإفتاء وبعدين هي نسيت تقول حاجة وهو نسي يقول حاجة، الآن هي عندها وسوسة من حياتها الزوجية، فماذا تفعل؟ ويبدو أنه طلقها أكثر من مرة، 3 طلقات تقريبا مما فهمت من سؤالها. أولا، ربنا جل وعلا قال الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا أولا. وثانيا، الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وثالثا، إذا كان الرجل طلق زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ورابعا، أنا أنصحهما أن يصطحب بعضهما ويذهب إلى دار الإفتاء ليعرض على دار الإفتاء الأمر، ويكون ذلك الفيصل، والحمد لله رب العالمين. نعم، لو حد عنده وسواس في الوضوء والصلاة ماذا يفعل شيخ الكريم؟ لا يلتفت إلى وسوسته، وإلا مش هيحم نفسه، هيغرق نفسه بالماء، وفي نهاية الأمر سيترك الصلاة بالكلية، لأننا الآن في فصل الشتاء، فإذا عاد الوضوء ثانية وعاشرة سيزهد في الوضوء والصلاة، فيدفل على يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت إلى وسوسة الشياطين. تمام، لأن بيقعد يعيد الصلاة ويعيد الوضوء. أنا قلت التشهد الأوسط ولا لا؟ هذا ما ذكرته في جوابه. ما هي فصلت تفصيلا كثيرا، حتى لا تظن أني أهملت السؤال يعني. نعم، لو مدرسة في حضانة، وهذا هو السؤال الأخير شيخ الكريم، تعاقب بعض التلاميذ من منعهم أو من منع أكلهم بعض الحلوى، هل هذا جائز؟ يعني هم معهم حلوى والطفل أخطأ فهي تعاقبه بعدم الأكل. هو بارك الله فيك،
هذه المدرسة بمثابة الأم، والأم صاحبة قلب عطوف وشفوق وحنون، وهي تقصد في حالة العطاء أو المنع مصلحة الطفل والترقي بسلوكياته وأخلاقياته، فما تراه فيه النفع تفعله بعد استلهام الرشد من الله عز وجل والمشاورة لأهل العلم والصلاح والتربية. جزاكم الله خير. الله شيخ الكريم أبو بكر الحنبلي، بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم. الله يحفظك. جزاكم الله خيرا. أشكرك وأشكر الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، كما الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حفظكم الله جميعا، والشكر موصول لجميع فريق عمل البرنامج وجميع القائمين على والعاملين على قناة الندى الفضائية، حفظه الله من كل مكروه وسوء. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل Yeah.